Good morning, صباح الخير، كيفكم؟ بدي أورجيكم هذا التمرين كتير لذيذ. هذا ما بنعمله بالبيت بس يعني بالجيم. حلو. تمام يا كل إذر، أنا فتحت الكاميرا بآخر تمرين، هاي آخر ست. Yes, you can. بس هذا مشكلته إنه بده شوي توازن، فأنا ماسكة بالبار عشان ما يوقع الواحد. برافو لافندر، حمام مي باردة ما تنسوا، ما تنسوا. رح أخذكم برا هلا كمان شوي نعمل تمارين برا. رعد، شكرا يا رعد. انت بارد وجهك، خلينا نقيمك. اهلا اهلا. سكوات اف 16، يعني اعلى وزن اللي بعمل فيه ثلاث تكرارات 165 باوند، 80 كيلو، 82 كيلو. لافندر ما تسأليني اسئلة الدايت هلا، بس كي 2 عشان الدي، عشان يروح الكالسيوم مع عظامك. يلا اخر جوله، ازيد شوي وزن على الخفيف، ما بقدر احمل فيه كثير. هذا أورجيكم تمرينين بنعملوا على هاي، وممكن ينعملوا بالبيت كمان. هلا بورجيكم، بس نخلص هذا آخر واحد. رح نعمل أربعة كل جهة. مو تفكروا عشان ما عم بطلع على الشاشة لأنه ما بدكم تكبسوا. يلا يلا، نزلتوا عشان اللي مش موجودة، نزلتوا المشاهدات. لا من طول عمري سكوت، من انا عمري، اهلا عبد، من انا عمري يعني 16 سنة ما عمري وقفت رياضة. باي ذا واي كنت بفريق الهاند بول، كرة اليد.
تنزلوه، هذا بتقدر تعملوه بالبيت. جد انت شو اخبارك؟ جد هذا تمرين للبنات كثير مثل البلوز، حتى للشباب، بس بدي هذا تقدر تعملوه بالبيت على بنش، على الارض، تحط وزن بكعب اجركم. الحماية بلاش يقع علي، هذا تركوا باللايف كل اشي بوقع. ايش في؟ لا اخذها. انتوا بتقدروا تقعدوا على اي اشي على الارض، على فرشة، وتحطوا الوزن بكعب اجركم، هذا زي الاساور اللي بيجوا على كعب الاجر. الله هذا شو رائع عشان مع وزن. تقيل ما تفكر. هاي زاوية اللي عم بعمل منها للجلوتس خصوصي، بتشد وبترفع. كل إجر عشان وزن كثير عالي. انا فتحت لكم اللايف باخر تمارين، عملت السكوات ورفعت الاوزان وكل اشي. يلا برافو، لسه عم نكبس. رائع رائع دودو، شكلك جديدة معنا هون، نحن كلنا عائلة هون مع بعض. ماهر شكرا عز، يلا ان شاء الله ان شاء الله يا رب الله يجوزك. واحدة احسن مني بكتير. طبعا بستخدم مكملات غذائية، اكيد انا ام المكملات الغذائية. عبد عن مين عم تحكي؟ لا ايش بدي البسه؟ لما ارفع اوزان كثير عاليه واكون مش طايقه حالي، معي القفاز تبعي بالشنطه يعني، بس هلا لا ايش؟ ما عم بعمل اشي. سبعة سماع يعني مش كتير بكير. شكرا أحمد.
طبعا انه ثلاث ارباع الناس عندهم غده، كلهم بينحفوا، بعملهم برامج وبجنن. اهلا وسهلا اهلا وسهلا احمد على الجروب. هدول القلوب اذا بتفعلوهم بتصيروا معنا بالتيم. نحن فريق هلا 358 شخص. شكرا هاشم، ان شاء الله تكون استفدت يعني مني شوي. بديت بالصيام وتضبط امورك، مو غلط الواحد ينزل شوي عضلات يعني ويرتب اكثر جسمه. نو ياشا شكرا، روحي شكرا جيجان حبيبتي. نوف يلا تعالي. نديم اهلا اهلا، هاي 360 ممبر، شكرا. هذاني متذكرتها طول حياتي هاي. هلا بدي اورجيكم كيف تقدر تعملوه بالبيت، صح؟ خلينا نورجي بالبيت وبالجيم. هلا انا خلصت هون، اليوم الجيم عجقه كثير، مش زي الخميس فاضي كان. بالبيت بس بدكم تحطوا وزن الاساور اللي بيجي هون وبدكم تعملوا هيك. حركة بطيئة ومدروسة، حتى بدون وزن بزبط، بس نحن نحب الأوزان. هيك كيف نعملهم بالبيت. أحطكم على تبع المعدة، نجرب شوي إشي. كثير عجقة، كثير عجقة. نطلع برا، هاي برا. يلا شوب شوب شوب. عمان البلكونة، أهلا أهلا. يلا نكبس عشان نوصل لأكبر عدد ممكن. يلا يلا لازم ينتشر اللايف. ايش بدنا نعمل؟ يلا ننهيها بديد ليفت عشانكم. في حدا تارك أوزانه هون؟ يلا بنستخدمهم. هدول 70 و45 و15 باون، يعني 55 كيلو أظن، أظن هيك إشي يعني قريب. ماشي كثير مدقق. يلا تارك كل إشي هذا الأخ، يلا استفدنا. رح أعمل الديد ليفت هلا ونحاول نزيد أوزان تدريجي. أشوف نشرته اللايف اكسبلور. لا يا جماعة، لا 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 لا،
اكسر البار لو سمحت. يلا كبسوا على الفقفة عشان نوصل أكبر عدد ممكن. يلا يا بنات ساعدوني. أكيد أبو أمير، بس هلا أنا عم بحاول أرجع أوزاني اللي كنت أحملها قبل، بس هذا ما لا يعتبر وزن لإلي، هذا بسيط التمرين، يعني الوزن هذا كثير صحيح، يعني ما بياخد كثير جهد، ما أقدر أحكي وأنا بعمله. الجهة اليمين عم تنزل أو أكثر، بحاول أوازن. أي 10 ما ترمي الأوزان هيك بالجيم إذا ما كانوا رابر، هدول الأوزان بنرموا هم بتوجعوا على الأرض، مش من النوع اللي بنكسره. شايفين كيف هم بيطجوا على الأرض طج. مية المستكة والليمون والجنجر. كتير المستكة إذا ما اللي بيعانوا من جرثومة المعدة. دراسات بتقول إنه في احتمالية بسيطة، يعني 57% أو 56% إنه تعالج من جرثومة المعدة، بس الأنتي بايوتيك 97% ما فعاليته، فأحسن بكتير. بس للناس اللي ما بتحملوه كورس الأنتي بايوتيك القوي، أو هي كمان بتخفف الأعراض والآلام، فمش رح تضركم ما تخاف، لكن تستفيدوا منها كتير. هي إجا أنا أخذت الأوزانة هلا بزعل. سماح أنا بكروك ساند بعبدون. قلت له الأوزان تبعونا إجا، لأ كل إشي رايح، ظلمنا فكرته تاركهم هون. نجيب أوزان أكبر، يلا نزيد وزن. فكرة إلي يومين مكسرة من تمرين يوم الخميس، ما تفكروا تكسير تام، عشان ما صح اللي أروح على الساونا ضليت متكسرة شوي، بس المي الباردة كتير بتساعد، كتير الشاور بالمي الباردة بتساعد. هاي هيك رح نصير زدنا الوزن 35، يعني يمكن حوالي 68 كيلو. هيك اللي أصعب من التمرين تحطوا الأوزان صراحة، أنا بالنسبة لي. أهلا أحمد نسيم، أهلا أهلا. شكرا شكرا. ميك اب يلا، شو
68 69 كيلو، شو رأيكم رح أقدر أحمله ولا ما رح أقدر أرفع الوزن؟ لازم أرجيكم الإثبات عشان كلكم بتشكوا. شايفين؟ معلش شفت البلت عشان خايفة الصراحة، مش رح أتحمس قدامكم هلا أقرب من الإصابة. لا نسيم أكيد أنت أقوى مني. في ناس بمسكوا البار هيك، أنا ما برتاح غير بوحدة هيك وواحدة عكسها، ما بعرف ليه. عشرة. خليني أروح أجيب شنطتي تركتها جوا. تركة كل أغراضي بالجن، كل محل. شو رأيكم؟ رح أرجع أزيد عشان عملت 10، هيني عم بقوى خلص، رجعت لقوتي زي قبل. هي إيدي كثير بتأثروا بتأثروا بس بزحلقوا الكفوف، بزحلقوا ايدي عن البار، هيك الجريب بتكون اقوى، هيك بحس. ما بعرف لكس يعني اجرين، انا بحسها باللور باك بالجلوتس كتير. مشكلة إذا هلا أنتم الشباب بتقولوا لي أنا في حيل أكثر منكم، مشكلة. نور عيادتي بعمان على الدوار السابع، موجودة أنا بعمان على الدوار السابع. شكرا نسيم، وبتقدري تتابعي معي أونلاين إذا كنت بأي بلد أنتم موجودين فيها. شكرا نسيم. نزيد وزن؟ قد إيه أحط؟ هلا وصلنا مش 30 45 35 68 كيلو، نزيد كمان 10. يلا شو رأيكم؟ يلا رح أزيد، رح أزيد.
هاي 10 كل شهر، يعني 20، يعني 10 كيلو تقريبا. قد ايه صرنا هيك؟ 78 كيلو. شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ رح أزيد كمان، يعني اليوم رح نطلع بلكي لهيك 100 كيلو إن شاء الله. يا رب يلا معكم، بدلكم شجعوا وكبتوا عشان أعمل 100 اليوم. مش أفضح حالي هلا، بس بدها تشجيع صح؟ أشوف مين عم بشجع مين مش عم بشجع. حبيبتي لافندر وأنا بحبكم كثير كلكم. آه يا نسيم، آه إيش بدك؟ يا ريت أجي أشرب قهوة من إيدك لافندر. إذا برفع 88 كيلو هدول 78، احكي هلأ بحط، هلأ بحط، إيش بدك؟ بحبش التحديات أنا، مشكلتي ما بحب حدا يتحداني. خلينا نشوف شو التحدي اللي جاي. شربتي خل التفاح يا قلب مع مي؟ لازم تشتري المعلقة الكبيرة، بنخففها ب 300 مل مي. اوكي، اذا وجعت لك معدتك معناته في عندك موضه زياده بمعدتك اصلا او عندك تقرحات، فوقفي حطي المستكه بدال. شو لا 12 على 88 ما بقدر. هدول قد ايه قلنا؟ والله ضيعتوني. قد ايه قلنا؟ خليني ارجع احسب. 10 دول 78 كيلو ما بقدر نسيم. 12 اعطوني انه ثلاثة او واحد، يعني بين واحدة تكرار، بين تكرار وثلاثة بقدر ازيد عليه وزن، بين واحد لثلاث جولات يعني، بس لثلاث تكرارات بس. اكيد ما راح اقدر، يعني انا كنت بقدر هداك اعمل فيه 106 عدات رامي. لا 100 رح اعمل عليه بين واحد وثلاثة بنشوف، بس كمان اسبوعين رح اقدر اعمل 10% عشان برجع الاوزان. كنت هيك اقدر اعمل ها، بس هلا خمسة و مش حكسر ظهري عشانكم يعني. بس ايش اصلا يعني اذا عملت 12 على يلا يا رب. رح أعمل 6 تكرارات على هذا الوزن. لا الواحد، كل واحد لازم يعرف وضعه، شو اللي بقدر عليه وشو اللي ما بقدر عليه. هذا آخر وزن قليل بعمله، رح أعمل بين 6 ل 8 وبعدين إن شاء الله أقدر أعمل يا رب. بس بعدين رح أزيد الماكسيمم، أعمل بين 1 ل 3 نحاول على 100. اوكي لا حاضر. بقدر أعمل 10 بس ما رح أعمل، رح أعمل 8. لا رح أعمل 10، ها بدي أريح عشان أقدر أحمل وزن. خلص مش زيادة. أنا هيك بحمل بالشقلوب، هيك برتاح، ما في إشي اسمه صح وغلط.
4888. شكرا جزيلا. بدها طاقية. سمح أنا ما باكل، بس هذا مش إشي منيح وما عم بنصحكم تعملوا هيك. ماجد شكرا، ما باكل للساعة 4. يلا شو نزيد؟ خلص حسيتهم مرة واحدة لل خلص. يا بتطلع معي يا ما رح تطلع. رح ماشي. نقيم هدول الفسفوس الصغار وتجيب واحدة متوحشة. اليوم ضلكم معي للآخر عشان رح نعمل تحدي النط على البوكس، نشوف قد ايه رح ننط أكثر إشي. وين ال 25؟ متفقين أخذهم، خليني أروح أشوفهم. Are you done with the 25? Yeah, you're done with it? Thank you. How about 25? Thank you. هي أخذتهم من الشاب اللي بدنا نتخانق أنا وياه على الأوزان. بس هو عضلاته كثير أقوى مني أكيد. ما رح اقدر ارفعها، مش خاصة. بتعرف احسن. لا بدها كمان 10 يا جماعة عشان ما اضحك عليكم. بدها كمان 10 يا بس امسك تطلع ولا لا؟ إذا ما طلعت بقي من 10 برجع بحاول. هاي 100 كيلو. بدي أرتاح شوي. هدول 100 كيلو بدهم تكبيس توصلونا اكسبلور يعني. صح ولا لا؟ تعبوا أصابعكم شوي. كل الكوتشات ها. يلا شو موت. شكرا شكرا نسيم. يوسف ايش شو لا تهدين رياضة شو قصدك؟ لا هلا صار في تحدي بدي احمل 100 كيلو يمكن ما يطلعوا. انا يعني بحكي من الاخر ما بعرف اذا رح اقدر ولا ما رح اقدر ارفعهم، فان شاء الله اقدر عشان ما افضح حالي قدامكم من اشبه عليكم على الفاضي. بس كبسوا كبسوا كبسوا. شكرا نسيم. دلوعة اهلا يا دلوعة. شكرا نسيم. لساتني تعبانة نسيم. شكرا
خليني اشرب مي احسن ما ادوخ. شكرا نسيم. طارق, you can contact me from the link in my bio and you have my phone numbers as well on my page. شكرا. ياس نسيم, شكرا. جاهزين؟ heart rate 115 دقات القلب 115. شكرا نسيم, واهلا بالممبر الجديد. ياس 118 عشان عم بحكي. خليني اهدي الامور. كريم شكرا. خلينا ننزل الهارت ريت. وينكم يا بنات؟ ما في تشجيع من البنات. يا شكرا شكرا. هاي ابل واتش عنديها من زمان, قديمة كثير. هلا طلع كثير اشياء احدث بالابل واتش. شكرا حنان, أهلا وسهلا فيك على المجموعة. I hope I can do it. Gratitude. يلا دقات القلب من وين؟ إيش أحسن يوم؟ كريم شكرا. هذه المي فيها شرحات ليمون وزنجبيل. إيش نسيم؟ خايفين علي؟ يلا اطلبوا الإسعاف. شكرا. ثانك يو. هلا خلص يعني لازم ارفع الوزن. ترافل ويز يو. رح اعمل بين واحد لثلاثة وان شاء الله بس اقدر اطلعها من الارض انا يعني الوزن. يلا it's all live. خلينا نشوف. يا رب يا رب اشوف. والله مو عارفة الصراحة, مش عارفة بس ما بيصير انا هيك يعني. هذا الاشي لازم اوقفه. تحديات. دقات قلبي اوريدي مليون من الخوف. رعبة طلع ل 122. بين تكرار لثلاثة. يلا تعال احملها بأصبع. جلايسينيت, ماغنيسيوم جلايسينيت. خلاص يا جماعة بقدرش أجاوب هلأ, لازم أخذ نفس أشد هذا منيح على القليلة يضل فترات منيحة. شوفوا لو حدا بيجي بيساعدني أرفعها أول رفعة لفوق أنا بقدر أعمل ثلاث تكرارات فيها, بس هاي التطليعة من الأرض صعبة. يلا بدنا ليش برد عليكم؟ كيف كان منظري؟ أكيد العروق طلعت من راسي. لا جينا ثانك يو.
هي بدون اسعاف ولا اشي. خلاص حصان في هيك انا فكرة نسيت. ثانك يو. احتفالات. شكرا شكرا. لو بعرف من زمان. لا ما راح ازيد وزن، ما راح ازيد. شكرا نسيم، شكرا. ثانك يو ثانك يو. ثانك يو. مية كيلو، مية. دخلت. لا وما تنسوا انه شمس الدنيا. شوب كثير شوب. بس ثانك يو. لا ما راح انسى كمان. You sent me a message now on my WhatsApp. I'll check it when I go to the office. خلص ولا يهمك. بس يعني شكرا كريم، شكرا. لا لا يلا تحدي النط، تحدي النط. مين درجة هذا الوزن؟ لا كثير هيك. هني امشي في الاوزان عشان تذكرين لما الكوتش اجا وقال لي رح تكسري البار، هيك رح تكسري البار، هذا رح ينكسر. صدقوا اذا الكوتش خاف على البار ينكسر او ينطق. لما يكون الوزن عالي اكيد التكنيك رح شوي تخرب، يعني اللي كان عم بحكي لي التكنيك غلط اكيد. ما هم 100 كيلو، 100 تكنيك ضاع كومبليتلي. انا عارفه. هلا تحدي النط اللي اول مره بيجي معنا، هذا البوكس ارتفاعه لهون، رح ننط عليه نشوف لوين ممكن اوصل. أول واحدة سهلة بدون إشي. أوكي هلأ رح نضلنا نرفع. يلا عشان تشجعوا تعملوا أشياء. أنا مش مدربة، ما حدا يقول لي تكنيك وما تكنيك. شجعكم تتدربوا وتفرجوا على التمارين اللي بعملها. ربع مدربة. نشوف لوين رح نوصل اليوم. يلا سعيد، شكرا شكرا. بعد زدت بالرياضة.
لحظة شوي هشرب مي، أنا بوقف التليفون على المي. محمد بيكون غلط، جواد عم بتحاول تعمل لي تنمر، انا ما حدا بيقدر يتنمر علي، انا بعلم الناس كيف ما يخلوا حدا يتنمر عليهم. كثير من زبوناتي وزبايني الناس بتنمروا عليهم بطرق مختلفة، يعني في عنا دايما سيشن عن التنمر، لما يصير يقول لك شكلك مريض، بكونوا عارفين انك عامل دايت، شكلك مريض وتعبان في اشي، هم عارفين انه عامل دايت، وشوي يعني كل واحد شوي هيك وجهه، يعني مرحلة بتمر بنحف شوي عشان نخفف اكل. انا تعبانة عشان شفتوا شو عملت قبل شوي، وانا كنت عاملة 7 تمارين اجرين قبل هذا الديد ليفت عشان تكونوا فاهمين، فهلا في تعب، يمكن ما اقدر انط كثير عالي اليوم، بس خلينا نجرب. أو بنت بتكون بادية تنحف، يعني ولا بادية تنحف بس وجهها زغران شوي، يعني أحلى أصلا. لا حسيتك مريضة، خلاص وقفي هالدايت، يلا كلي، كله هذا الحكي، هذا ما بعرف ليش بحكوه، خلاص إذا ما عندكم إشي منيح تحكوه ما تحكوه، هذا بيقول لي أنتي نصحانة. وينك؟ صح عن جد، انا بقول لهم خلص ما تحكوا لحدا، احكوا لهم بطني بوجعني مش قادرة اكل، او عندي حساسية من هاي الاكل. هذا تمرين اكسبلوسيف اسمه، تفجيري، يلا تبعون الرياضة، وينهم المدربين؟ ايش فوائده هذا؟ لا مو نحفانة، انا عم ببني عضلاتي، فشوي هي العضلة بتاخذ شوية مي معها، فشوي بحس الواحد حاله انه شايفين كثير. أنا أردنية، نعم، شكرا جوكر، يلا نشوف إذا رح ننطها هاي، مش رح أوقع قدامكم. يا أنا إجري تعبانين، عملت كتير تمارين اليوم، وعملت ديد ليفت 100 كيلو، 3 تكرارات كنت رح أروح فيها، تعرفوا شو رح بعده شوي لهون عشان أعرف يكون معي مدى. بدك احكي لك شو هي الدهون الحشوية هلا بالتفصيل؟ انا اسفة اليوم دي اوف، احضر الفيديوهات اللي حطيت لكم اياها على الصفحة، او احكوني، او احضر الفيديوهات، او احضر اللايفات الجاية القادمة رح نحكي فيها عن الدهون الحشوية، شايفين كيف محترمين الناس هون؟ ما شافوا ما شافوا. يلا تشجيع، بدنا نزيد الارتفاع، شو مالكم؟ لا لا غلبوا حالكم شوي، غلبوا حالكم شوي، كبشوا على الصفحة. سؤال هلا، اللي بيفهم بالتيك توك، هدول الناس اللي بدهم يطلعوا لي هون وبعملهم ديكلاين ديكلاين، ايش بيكون بدهم؟ حدا يجاوبني، بضل يطلع لي هون تحت ناس وبضل اعمل ديكلاين ديكلاين، هلا لو بعمل اكسبت شو بصير؟ هلا
هنادي شكله لازم اخدك لفة بالجيم انتي. بطلع جاست هدول؟ لا لا، هم مو من المتابعين عندي، مش من المتابعين، ما بكون عم بحضروا اللايف. هنادي خلص، تعالي تعالي رح اخذك لفة هلا بالجيم. شو بدهم بس هيك يحكوا معي يعني، ولا ايش بالضبط يعني؟ بيلعبوا جولات. يا سلام، هاي اخرتها، هاي اخرتها من برا. هم مرة بالغلط كبست وطلعت لي واحدة، سكرت خط بوجه. انا لبنى مش دينا، ويلا نرفع هذا، بس اعطوني شوية تكبيس هيك احس حالي انه في حدا عم بيشجعني. هما لما يطلعوا بتشوفوهم عشان بيغطوا على نص الشاشة. هذا هلأ تحدي النط. والله عالي عالي. رح اقدر ولا ما رح اقدر؟ وين التكبيس؟ رح اقدر ولا ما رح اقدر؟ جنرال السعيد، بدي اسمي حالي هيك اشي، انا حبيت الاسامي هاي تبعتكم. شكرا فادي، شكرا جنرال، شكرا. سحر بتقولي ما رح اقدر؟ كبسه كبسه. شادي شكرا، هاي شادي عندي وروشا روشانا. يلا يا بنات، ومن باور. شادي شكرا. ايش حساب احتياطي؟ والله انا عم بحاول اثبت للبنات انه كيف لما يزيدوا، هلا حملنا 100 كيلو على الديد ليفت، وهي اجري مش ضخمين. يلا، مع انكم ما شجعتوني كثير بس رح اجرب. هاي بدها تشجيع اكثر. طلعوا لوين يعني، كل واحد يحط ايده لعند هون اخر اجريه من فوق هيك بالنسبة لطولي يعني من 64. رح بدي شوية مومنتوم أكثر. أنا خايفة هلا مبدئيا. واو، عايشة. شادي شكرا.
هي بتخوف والله، انا خايفة ما تفكروا. لا هو هون احنا. شكرا. خالد ثانك يو. جوجي رجل واحدة. رح أجيبها شوي، رح أجي لعندكم آخرتها. خليني هيك. شو بده ينفذها هاي النقطة؟ عشان صايمة كثير ضربت اليوم بالشوب. شوب اي حق والله. خليني خايفة. ورجوني قلوب تكبيس على الصفحة عشان أتشجع. زيدوا التكبيس هيك. شايفة أنا من هون شايفة. يلا يا رب بس ما أوقع قدامكم. إذا كل مرة وقعت الأوزان واحد قاعد يشمت فيي باللايف. ما بنمزح معكم أنتم. يس لا رح أزيد رح أزيد. آخر مرة وقفت لعبال ما صار يجي لهون العذر. مون شكرا. مسطول عن جد انك مسطول. شكرا كند. يلا بس شوي بس شوي رح ارفع. هالقد هالقد مون شكرا. بس هالقد شكرا لكل حدا عم بيكبس. مون شكرا. ما في اكثر جهاز بحرق دهون. لازم تشتغلوا كل اشي. بيقولوا لي شفقتوا هلا وانتوا قاعدين بتصلوا. يمكن انا كثير اعطيتكم هاي، بس في ناس جداد كثير اليوم معنا. انتوا قاعدين بتصلوا او عم تلعبوا مع اولادكم على الارض او قاعدين على الارض، ما بعرف شو عم تعملوا. المهم بدكم تقوموا. اوكي لما نيجي نقوم. هلا في شيء اسمه العمر البيولوجي للانسان، مش عمر اكم من سنه عاش. عمر كيف هو عمر البيولوجي؟ فالفحوصات اللي بتنعمل، احدى الفحوصات هي انه كيف اقوم على الارض. يعني اذا عم تقوموا هيك طلعوا كيف قمت. مين بيقدر يقوم هيك؟ قولوا لي هلا جايتكم على الشاشه. مين بيقدر يقوم هيك؟ ومين بيقدر يقوم هيك؟ هيك اسهل بشوي. بس مين بيقوم هيك عن الارض؟ مين اللي بيقوم هيك؟ انا بشوف كثير ناس بيقوموا هيك وصغار بالعمر. هذا العمر البيولوجي، عمر جسمكم. يلا مين؟ معتز شكرا. شكرا معتز. يلا قبل ما ننط ثالث وحدة فلازم تغيري على الميزاني عشان هيك متدرب، مش عشان نبني عضلات ونصير معضلين. اوكي هاي هنادي معتز شكرا. اوكي صبايا وشباب، في شباب هيك كمان بيقوموا. برافو
برافو اللي بيقدر. فادي شكرا. يلا نبطل نشوف. شكرا ان شاء الله. بخوف، الخوف موجود وحقيقي. إذا وقعت خلوها بيننا، ما بدي حدا يشمت ويضحك، عادي الواحد بوقع بفشل وبيقوم بيبدأ من أول جديد. لا رح أزيحها شوي لهون. مش اوقع قدامه، ركزي يا لولو ركزي. أنا هيك بنجن قبل عيد ميلادي بأسبوع، بصير بدي أكسر الدنيا وأتحدى حالي وأنط أعلى أطرح أطرح. لا رح أجيب كمان واحدة صغيرة. شوف ما بيزحلق، هو زحلق مش رح يزحلق. بدي اشرب مي. لي شكرا. انا في الاردن عمان. ليش مستغربين من الاردن؟ الاردن طول عمره هيك باي ذا واي، مش فاهمه. ما راح اطيح ان شاء الله، ما اطيح يا عبد الرحمن ان شاء الله ما اطيح. يا الله لا رح اقدر ولا ما رح اقدر. هذا مش كابتن، هذا من المتدربين عندي. ان شاء الله ما تظلم الناس. لا رح اتفشى كمان لعندكم، مش قادره بدي دفشه منيحه. عشان تعرفوا وين وصلنا. هون راح أقدر أكتب الهدف أنا كمان. تطلعوا علي بتفطروا معجنات؟ يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم. وأنا صايمة اليوم صيام 20 ساعة، بس جسمي عم بيرج. يعني أنا عم بريح عم بريح عم بريح.
هلا انت تبع ستوك ماركت ولا لا؟ اذا انا مش غلطانة انا بتابعك على ستوك ماركت، ولا مش انت؟ ليش السوق هيك ماكل هوا؟ بتعرفوا ليش عم بطلع لايف كتير انا هاي الايام؟ عشان السوق ماكل هوا وانا بشتغل بعد الظهر بالسوق، فعشان ابعد عنه بطلع اللايف عشان انسى. صيام 20 ساعة اليوم واكل 4 ساعات. نحن مستكلا. في واحد من بيت زيتون أنا بتابعه عشان السوق المالي. شو كبسة كبسة كبسة. لا عم بريح عشان ما يعني بدي أعرف أنطها. أهلا محمد الفيصل، شايف محمد شو عم نعمل؟ هلا التحدي. شكرا نواف إنه أنط على هدول. بس صار كثير في ناس ف خايفة يشوفوني وأنا عم بوقع. نحن متفقين هون إنه ما في شماتة. شو بده يصير؟ أسوأ إشي ممكن يصير. شو بده يصير؟ شو وقعة؟ كثير احتمالية. أقول لكم شغلة، الاحتمالية إنه أعملها 40% حسب اللي أنا شايفيته من هون. الاحتمالية 40%، الاحتمالية 40% فقط لا غير. فهلأ رح تشهدوا على أوكي. نواف شكرا على وقعة محترمة. لا كلها تطبيشة من هون، بروز من هون، مش حاسس لي اشي يعني، بس ما وقع راسي. ان شاء الله مع تشجيعكم. شكرا نواف. ما بهمني اذا وقعت، برجع بقوم مرة ثانية، بس ما حدا يتخوف. خمسات كتابية. شكرا. أربعين بالمية يا جماعة حسب ما اطلعت. مرات بتكون شايف انت بتقدر تعملها هاي، يعني شكلها مش عارفة شو بدي اعمل هون. عند خصري يعني. اقول لكم شو راح اعمل بس عشان نضمن شوي عدم السقوط باللايف. شفتوا قد ايه قربت؟ راح اصير عندكم هون. بوم نفسية. نط بس بدكم نطي بدها يعني تركيز. هاي مش سهلة، مش سهلة. يلا يلا يا لولو، يلا يا لولو. تقدري تقدري تقدري. احتمالية 40 35% إنه أنجح. عم بتقل. لا لازم لازم. شفتوا على قدام القدم بس اللي دخل. بس زبطت زبطت لآخر إشي. مش طبيعي.
هون هون، عشان هيك قلبت لورا. يلا شكرا، ابعت لي اياها اذا سجلتها. لا ما راح اعمل مره ثانيه، بقول لك لهون اجت لهون، قلت لكم الاحتماليه 35%، انا عارفه شايفه كثير عالي. مسطول، شوف كل واحد حسب طوله بدك تعمل لعند قصرك. يلا ورجينا، ابعتوا لي الفيديو هذا اذا بدكم اي شيء هيك. شكرا بادن، برافو لولو، برافو. لا خلاص ما بقدر، بشوف الواحد كل واحد بعرف ايش اللي بقدر عليه. شيف مكي نحن خلصنا، شيف مكي انت من غزة صح؟ نحن خلصنا رياض، شكرا، خلصنا التمرين، وانا عشان تكونوا عارفين هلا عملت ديد ليفت، صار في تحدي وعملت 3 تكرارات ديد ليفت ب 100 كيلو اوكي، وكنت عامله 7 تمارين اجرين قبليه، ورجيتكم منه كم من تمرين، بس هلا بنحن بالاخر هذا تحدي النط اوكي، فنحن مخلصين. شاف مكي ميرسي ميرسي، ونضلنا حارمين نفسنا من الاكل عشان نضلنا اصغر ونضلنا انشط ونضلنا نصغر بالعمر كل ما يصير عيد ميلادنا. لا لا اكيد كفايه، اكيد اكيد كفايه. انتوا شايفين حسن؟ شكرا. شايفين لوين طلعوا؟ كثير كثير. شكرا احمد. شو صار ب سماعتي؟ بطلت اشوف فجأة الشاشة. انا متدربة مبتدئة، يعني كل اللي هون بالجيم 3/4 اشطر مني. انا اخصائي تغذية علاجية، واليوم صايمة 20 ساعة وعملت كل هذا التمرين وأنا صايمة، وعملنا شوية تحدي هون، تحدي النط هيو. كمان مرة لا أنس ما رح أقدر أنطها، صعب صعبة، إجت لأول